أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. وهذا يقول ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟ الذي يرى غنم بعدهم مرة غرض أن هذا لا يشعر، لأنه قاتل نفسه. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء علم به يوم القيامة يسعى فيه إلى يدهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين فإن قتل الحمد لله. أما أنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معه أو يقع النفس معه، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين. أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط لا يصح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإنشاد والنصيحة من دون هذا العمل.